ثريا أبو عبيد مكلفة ببرنامج التربية والتوعية بحقوق الإنسان التابع لمنظمة العفو الدولية. يتمثل دوري في إطار هذا البرنامج أولا من المشاركة في التخطيط لهذا البرنامج وبناء استراتيجيته مع مختلف الشركاء إلى عملية جدولة ووضع خطط زمنية لهذا البرنامج بتنسيق وتعاون مع كل الفاعلين داخل منظمة العفو الدولية. تعتبر ثريا أبو عبيد في نظر رفاقها المرأة الحديدية المناضلة والحاملة لمشعل الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. استفدت منها حب في حقوق الإنسان، استفدت منها الاستماتة في العمل، استفدت منها مجموعة ديال الوسائل في التأطير أو الآليات اللي يمكن نستعملها أنا في التأطير. يعني كانت بالنسبة لي أنا مؤثر فعال اللي استفدت منه من خلال الشخصية ديالي، نقول بأنه مجموعة ديال الأشياء تبرروا على يديها. ثريا أضاءت شمعة إنسانية من شموع منظمة العفو الدولية بالمغرب في ظلمة الجهل والاستعباد وما تزال تناضل. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نديرو تنظيم حملات داخل فضاء المؤسسة، ونديرو في أبريل آخر سنة نديرو دورة تكوينية لفائدة التلاميذ الوحدة، لأن كاين مجموعة من التلاميذ ما تيعرفوش قيمة حقوق الإنسان. إذا أنا لاحظت أنكم تما ضفتوا واحد الشيء جديد وهو أنكم حاولتوا تربطوا النادي ديال حقوق الإنسان ديالكم بالعمل الفني. أنا من ضوئي كنآمن بهاد النوادي اللي كنقوموا بها وهاد الأنشطة اللي كنقوموا بها، لأنها جيدة كتنمي القدرات ديال التلاميذ وكتساعدهم باش في الحياة العامة ديالهم، الحياة الاجتماعية مستقبلا، يكونوا يدافعوا على حقوق الإنسان ويقوموا بالواجبات ديالهم على أكمل وجه. نعم، من فينا المشلول؟ من يكون الأخ؟ من يكون الأخ؟ لا لا لكل أشكال التيئيس والخنوع. وثريا تقول نعم للأمل، للطموح وللتحدي. كانت الورشه التي ساهمت في تاطيرها ثريا أبو عبيد لمهنيه الصحه كان لها واحد الصدى، يعني هذا بحيث انه تحسنت يعني علاقتنا الانسانيه ما بين بعضنا البعض وما بين وما بين المرضى والمواطنين. المواطنين هي كلمه السر في قاموس ثريا بصيغه الجمع بصيغه الانسان. كل هذا المجهود اقوم به بقناعه، كلما صادفت انتهاكا أو سمعت بانتهاك ما في هاته في بلدنا أو في باقي بلدان العالم، إلا وأنني أحس أن هناك مجهودات أخرى يجب بذلها وأن هناك عملا شاقا ينتظرني شخصيا وينتظر كل زملائي في العمل وكل أعضاء منظمة العفو الدولية وباقي الفاعلين سواء الغير حكوميين أو الحكوميين. خميس 2009 في دورتها التاسعة، تتويج لخمس نساء في خمس مجالات. يتم التصويت على مرشحتكم المفضلة عبر الاسماس 5225 أو عبر الاتصال بالعلبة الصوتية 3031. مجال العمل الاجتماعي والإنساني. دي واحد حد العسال، دي اثنان ثريا أبو عبيد، دي ثلاثة ياسمين الفلالي، دي أربعة ربحة أونيحة، دي خمسة الثنائي رقية باللوط ومننا شيساح. لا تنسوا كلما شاركتم أكثر كلما ضاعفتم حظ مرشحتكم المفضلة للفوز بجائزة خميسة 2009. التصويت مفتوح إلى غاية العاشر من أكتوبر.